خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي معانا. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التقى بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، التقى وزير الاستثمار السعودي والوفد المرافق لي لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين. امبارح أيضا ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد. المزيد من التفاصيل تعالوا نشوف تفاصيل التقرير التالي. أخبار كتيرة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي والوفد المرافق له لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وأكد دكتور مصطفى مدبولي أن حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة. كما تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع للجهود الحثيثة اللي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر، وده من خلال التعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية اللي لعبت دور مهم في العمل على حل هذه المشكلات. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد، وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في العديد من الموضوعات المشتركة، وتضمن ذلك عدد من الإجراءات اللي أسفر عنها هذا التنسيق، من بينها خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه عبر عدة خطوات، وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي، مع بذل جهود لاكتساب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي وتنشيط السوق الأولية والثانوية للأوراق المالية والعديد من الإجراءات الأخرى. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع بشأن متابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع بيأتي في إطار متابعة مستجدات برنامج الطروحات، وبيؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم تماشياً مع الجهود اللي بتبذلها الحكومة وجميع الجهات المعنية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، واللي بتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمته في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول، فضلاً عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة. امبارح المتحدث العسكري نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى بالفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات العسكرية.